مساء الخير واهلا وسهلا فيكم على الحلقه الجديده من سبعه. كل اللي كنا متخوفين منه صار، البلد بلا رئيس، فل الرئيس مشال سليمان من دون ما يقدر يسلم رئيس جديد. واما الحق على مين فهي وجهه نظر، بس النتيجه نفسها، البلد بلا رئيس، لقديه لامتى ما حدا بيعرف، واذا كان من لابد من حل او تسويه، ليش ما صارت التسويه من قبل؟ هذا هو السؤال اللي الكل بيسالوا بعضهم، هذا السؤال نفسه انه ليش ما صار تسويه قبل ما يخلص عهد الرئيس ميشيل سليمان. قبل ما نبلش الحلقه خلينا نشوف سوا شو هن المواضيع. بهالحلقه من سبعه، النفط، ثروه لبنان العالقه. البيئه بلبنان، ماساه ما حدا عم يحكي عنها. المخدرات، جريمة العصر عم تزداد سوءاً. فازن مثل ما لاحظتوا ما في سياسة اليوم بالحلقة، بالعكس رح نحكي عن اقتصاد، رح نحكي عن بيئة، وحتى رح نحكي عن النفط. السؤال عن النفط هو اليوم كل الناس بتعرف انه فيها مشكلة القصة، لأنه لو ما هيك كمان كنا بلشنا نستخرج نفط من زمان. قبل ما نبلش نحكي عن هالموضوع مع ضيفنا منشوف سوا هالريبورتاج. في لبنان ثروة لم يتم استخراجها بعد ثروة النفط والغاز. التقديرات العملية تشير إلى أن حجم هذه الثروة يقدر بمليارات الدولارات. فلماذا لا يستخرج النفط والغاز اليوم قبل الغد؟ ويتحول لبنان بالتالي من بلد عاجز وغارق في الديون إلى بلد غني واستراتيجي له تأثيره في المنطقة. في الواقع العمل لم يتوقف في هذا الشأن، وقد تم إنجاز الكثير حتى بات من المتوقع أن يبدأ استخراج الغاز في العام 2016. وقد برزت جدية هذا الموضوع في أعداد الشركات الأجنبية الرائدة والراغبة في الاستثمار في هذا القطاع في لبنان. غير أنه بعيدا من الأمور التقنية، على لبنان أن يتعاطى مع هذا الموضوع بكثير من الاحترافية والخبرة العالية، وخصوصا في الجانب الإداري منه، وتحديدا في شأن الصندوق السيادي الذي سيدير هذه الثروة. لبنان الذي يعاني أزمات خانقة وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية يرى في هذه الثروة متنفسا، وحتى لو لم تصدق التوقعات وكان الربح ضئيلا فإنه كفيل بأن ينتشل هذا البلد الصغير من أزمته الاقتصادية الخانقة والمستشرية، وسيساهم بشكل أساس في حل مشاكل الفقر والبطالة وربما الدين العام الثقيل. ولكن الخلاف السياسي كبير في الداخل اللبناني بشأن الملف النفطي، شأنه شأن كل القضايا التي تصطدم في الانقسام العمودي الحاصل في البلد. والتأخير في التوافق على هذا الملف يثير مخاوف حقيقية من ضياع حق لبنان بسبب ترابط حقول النفط في المياه بين لبنان وقبرص وإسرائيل، وهاتين الدولتين تسابقان الريح لاستخراج الكنوز من قعر البحار. في المحصلة لبنان أمام فرصة حقيقية، واللبنانيون يعرفون خير معرفة أن أي فرصة تكون ذات حدين. إذا استثمر ملف النفط بشكل شفاف واحترافي نكون أمام مستقبل اقتصادي ومالي واجتماعي مشرق. أما إذا ضرب الفساد هذا القطاع وبات قطعة جبنة ينخرها تقاسم الحصص فعلى الأحلام السلام. تنحكي عن هالموضوع نستقبل بالاستوديو البروفيسور جاسم عجائة، خبير اقتصادي واستراتيجي. مساء الخير. مش أول مرة بنحكي معك بهذا الموضوع، بس أكيد كل مدة يعني كل سنة تقريبا بيصير في معلومات جديدة. اليوم نحكي مثل ما زميلي كان عم بيقول عن مليارات، أنا ما بدي أعرف قدي المليارات، بدي أعرف من هالمليارات عادة شو حصة لبنان، لأنه أكيد الشركة اللي بدأت تنقب عن النفط رح يطلع لها، وأكيد النقل هالبترول للدول اللي بدأت تشتري كمان له كلفة. شو بيبقى للبنان من بعد تنحكي بمليار نفط خام، شو بيبقى منه للبنان؟ هيدا اللي أكتر شي بهم الناس. هلا الفكرة بالموضوع نحن ما بنعرف بالتحديد قديش ليه بده يبقى. نعم. لأنه نحن بنعمل بحث عن ومننقب عن النفط بطريقة البحث السيسمي. البحث هذا بيخلينا نعمل ديتكسيون، نقدر نلقط النفط من وراء مكوناته اللي هن الهيدروكربون. المشكلة إنه هول الهيدروكربون هن بحاجة لضغط ولحرارة معينة تيتحولوا لنفط، لذلك عادة بس نعطي كمية بنعطيها مع احتمال. الاحتمال هذا بيقول انه احتمال كذا انه تكون هالكمية هالقد، لذلك بحسب ارقام اليو اس جي اس يلي عملت هالمسح السيسمي هذه، الارقام عطيت ارقام اكيد كتير كبيرة. انا اللي عملته حاولت اني بطريقة حولهم لمصاري بطرق اكيد معقدة شوي لانه بتستعمل محاكاة ستوكاستيكية،
ولقيت انه نحن باحتمال 95% في عندنا 370 مليار دولار، وباحتمال 5% عندنا 1700 مليار هاو صافيين. يعني ها اصغر واكبر، اكبر يعني. شيء نعم. صافيين لخزينة الدولة اللبنانية، صافيين يعني هذا صافين. عم تحكي من بعد على كم سنة اليوم الاستخراج بيصير؟ حضرتك عم تعطي أرقام، عم نحكي على امتداد كم سنة؟ هذه الثروة هي مجمل الثروة، أكيد يمكن يطلع لنا مفاجآت طلوع أو مفاجآت نزول، ولكن هذا بيتعلق بقدرة الاستخراج. لذلك نحن عملنا سيناريوهات على قدرة الاستخراج، مثلا 20,000 برميل نفط بالنهار، مليونين متر مكعب من الغاز بالنهار. هو السيناريوهات بيتعلقوا بالقدرة، بقدرة البنية التحتية انه تلبي الاستخراج. يعني القصة صعبة أنا بعتقد بالأول. ما هو كمدلك شو التحديات اللي رح توجهنا؟ يعني إذا نحن عارفين حالنا أنه عنا غاز وبلشنا جبنا شركات، من هلأ وبالرايع شو المشاكل اللي ممكن توجهنا؟ خلينا نحط بجنب الشق السياسي، خلينا نتطرق بس للشق القانوني، الشق التقني والشق التشغيلي. بالشق التقني نحن اليوم عندنا مشاكل بتخص الانفراستراكشر، البنية التحتية. يعني اليوم لبنان منه مؤهل انه يكون دولة نفطية، ما عنده هالمؤهلات. لما بنحكي عن البنى التحتية هي كل شيء بيساعد الماكينة الاقتصادية حتى تنتج او حتى تستخرج هالنفط، مثل الطرقات، مثل المطاعم، مثل الكهرباء، مثل الأيدي العاملة. يعني كل هالأمور هذه بسموها بنية تحتية لأنه بتساعد هالنشاط الاقتصادي هذه، واليوم نحن منا مؤهلين لها، وهذه بعتقد رح تكون عقبة كتير كبيرة. رح أعطي مثل كتير بسيط حتى ينفهم وجهة نظري. إذا أخذت أنا اليوم طرقاتنا اللي هي مفولة بالضلة، واعتبرت أنا أنه في 100 شاحنة بدهم يروحوا من الشمال لجنوب أو من الجنوب بالنهار. لشمال بالنهار، شو ممكن يعملوا هاو بالطرقات؟ فإذا هذا مثال كتير بسيط. شو معنيتها؟ هلأ بتقلي حضرتك ليش بدهم يروحوا من الشمال لجنوب؟ إذا كان في، إذا قررت الحكومة تعمل خزانات استراتيجية تخزن الغاز أو تخزن النفط بالبقاع أو بغير مطارح، عندنا مشكلة الطرقات. هذه شغلة يعني مثل ما بقولوا بديهية. في عندي مشكلة الكهرباء اليوم، هاللي بدهم يجوا كانوا الشركات ولا غير الشركات، ما هو كمان بدهم يستهلكوا كهرباء. نحن الكهرباء اليوم مش مكفيتنا، فإذا أكيد رح يستعملوا مولدات. في عندي قصة الأيدي العاملة، أنا اليوم ما عندي برامج بالجامعات، وعلى الرغم من أنه الجامعة الأمريكية كانت سباقة بهالمجال وبالأخير الجامعة اللبنانية، ولكن هاو بدهم يعني ما بيغطوا كل المهن اللي موجودة بهالقطاع. يعني اليوم نحن منقدر حاجة هالقطاع لأيدي عاملة تقريبا بحدود 30,000 عامل على 4 سنين. لما بقول عامل مش عامل يد عاملة مختصة ومن كل أنواع اليد العاملة. لذلك اليوم أنا مني مؤهل، اليوم مني مؤهل. في عندي كمان بقصة القانوني في عندي مشاكل الحدود، كانوا مع إسرائيل ولا مع سوريا اللي بعد كمان الحدود ما تثبتت معها، وهاو أكيد بدهم مليحقة دبلوماسية كتير كبيرة حتى أقدر. وتنحكي عن نقل هالغاز أو هالنفط، اليوم بعرف أنه عم بيصير في بايبلاين بين إسرائيل وقبرص، ونحن اليوم بعداوة مع إسرائيل. اليوم كيف ممكن ننقل هالغاز على أوروبا أو على أي سوق بده يشتري؟ سؤالك كتير كتير حلو، لأنه هذا من الأشياء اللي أنا دفعت عنها، إنه نحن عنا عداء لإسرائيل، وأنا شخصيا مع العداء لإسرائيل، ولكن ما في يتبنى موقف لبنان اللي بيقول بما أنه إسرائيل مشترك بهالمشروع هذا أنا ما بشترك. لا، هذا مثل اللي عم بيقوله أنا ميت من الجوع بس إذا كان واحد تاني قاعد على الطاولة أنا ما بيكل، لا ما بدي أقعد معه. ما فينا نعمل هيك، لأنه هذه بيقضوا علينا وبيقضوا على الثروة النفطية. لذلك أنا بعتقد أنه لازم من الحنكي أنه يكون في عنا قدرة دبلوماسية بعد أكبر من هيك بكتير. القدرة الدبلوماسية مش معناتها أني أقعد مع الإسرائيلي وتني أتشاور معه، لا، القدرة الدبلوماسية أني أقدر أقنع الرأي العام العالمي بحقه وبمواقفي. هذا الأنبوب يلي عم يعملوه هو جاي نتيجة الأزمة السورية. بما أنه نحن بعداوي نحن لبنان وسوريا مع إسرائيل، وبما أنه إسرائيل ما فينا نعمل خط أنبوب يمرق بالبر لأنه هذا كلفته أقل، يقطع بتركيا تبعدين يوصل على أوروبا، مضطرين يوجهوه بقلب البحر. هيك
بيكونوا مثل ما بقولوا مستقلين من المشاكل الإقليمية. ولكن إذا بتطلع أكثر أنا شوي صغيري ببحث بلاقي أنه الكلفة رح تكون كثير غالية، لذلك لازم مشاركة عدة دول. هالمشاركة هذه لأنه دولة واحدة ما فيها تقوم فيهم، فإذا لبنان شو بده يعمل؟ بده يصير يصدر بالبواخر؟ إيه هذا احتمال. لا، فينا نصدر نحن مثلا لأبروس. فينا نصدر لأبروس، ولكن أبروس تعمل اللي بدها إياه فيه. بس يعني طريقة غير مباشرة مثل ما عم تقول دبلوماسية. هلا تصدير لأبروس بده يعني إذا ما قطع بالأنبوب الكلفة بدها تزيد، هذا اللي أنا بدي أوصل عليه. نحن ما فينا نطلع بالبواخر لأنه في كلفة لهالنقل، بينما بالأنبوب بيروح، عشان هيك أنا أسرع بكتير أكيد. أسرع بكتير، عشان هيك أنا بدعي حقيقة إنه ناخذ هالأمر هذا بجدية. طب كنا عم نحكي عن صندوق سيادة، اليوم مثل ما كمان زميلي كان عم بيقول بالريبورتاج، مثل بكل شيء اللبنانيين بخافوا ما تصير قصة كيف بدها تتقسم الجبنة. اليوم نحن بنعرف انه حاجة البلد كبيرة، كيف بدنا نعمل حتى كل المشاريع اللي بدها تكون مشاريع للبنان كله مش فئوية؟ اذا بتسمح لي سي سيرج، هون بدي بس اعطي توضيح صغير شو معنى كلمة صندوق سيادي. كلمة صندوق سيادي ما هو الا عبارة عن خزينة فيها مصاري هاو للدولة، بيستعملوا كلمة سيادي بيستعملوا للدولة، ولكن طريقة إدارتهم لا تمر عبر الأقنية التقليدية، يعني اللي هن الوزارات وإلى ما هنالك لأسباب عديدة. هذه عادة بيعطوها لبنوك عالمية، بنوك استثمارية عالمية مثل معاملة قطر مثل معاملة الكويت، وبيكون في عليها رقابة من قبل الحكومة ورقابة من القطاع الخاص، يعني بحطوا خليني أقول 10 أشخاص، 5 بيكونوا من قبل الحكومة، وزير المالية وزير الاقتصاد، ومن قبل القطاع الخاص ناس عندهم ريبوتيشن تكون منيحة وإلهم ماضي بالخدمة العامة، وهذا بيديروا الصندوق. هالصندوق هذا بيصير يعمل استثمارات برا، مش بالضرورة بقلب البلد، بيعمل استثمارات برا حتى هو يجيب مردود هالصندوق السيادي. هلا المردود تبعوله وين بدنا نوزعه؟ نحن اليوم شايفين انه في اهميه كتير كبيره اعطاء الاولويه للدين العام، لانه الدوله اللبنانيه اللي اكثر شيء عم تستنزف الدوله نحن ما رح بقى نقدر، يعني اذا بلشنا ننتج الغاز والنفط اكيد ما بقى رح نتعذب بقصه الكهرباء، لانه كارتلات هالنفط اللي عم تسحب للدوله رح توقف كل هذه بمجرد ما يكون في عندنا هون الغاز والنفط مثل ما بقولوا لوكالمو. بعدين الاستثمارات اللي رح تصير، قبل كل شيء رح نستعمل الطريقة النرويجية، لأنه هذه الطريقة هي فعلا طريقة كتير منيحة، اللي هي الأويل فور ديفلوبمنت، يعني النفط للإنماء. نحن بتعرف حضرتك استاذ سيرج انه نحن ماضيين بريز 3 واللي هو عنده شق اجتماعي كتير كبير، هالمعاهده هذه اللي مضينيها واللي على اساسها اعطيونا عدد معين من المصاري. اليوم نحن منا عاملين منا شيء، من بيناتهم الانماء المتوازي، من بيناتهم مشاريع اجتماعيه مشاريع اقتصاديه، لازم يكون في عده دعم للقطاع الزراعي، دعم للقطاع الصناعي. بس بدي اقطعك، سمعت كمان بالريبورتاج انه 2016 ممكن؟ مستحيل. السبب بكل بساطة لأنه نحن عمق المي عندنا 1500 متر، 1500 متر ما نتخيل أنه بسهولة أنه بنزل أسطل وخلص ببلش أسحب. أنا باعتقادي مش تحت 8 سنين، من 8 سنين ل 12 سنة بحسب ما يلاقوا صعوبات إذا فعلاً دغري. كل شيء نحكى عن أوفشور، ولا مرة حكيوا عن شو موجود بالبر. السبب جاي من وراء القانون النفط يلي عملوه يومتها وزير الطاقة بهداك الوقت إيميل يبسي من قلب القانون. فإذا نحن اليوم قانونيا ما لنا حق نبحث عن النفط بالبر، ولحد هلأ ما حدا بيعرف شو الأسباب، مع العلم أنه في شركة ناس الاسم بعتذر منك عملت بحث سيسمي من نهر إبراهيم لطرابلس، ولقيت أنه في بنهر إبراهيم على عمق 600 متر لقيت أنه في نفط. هلا كل اللي قاعدين بنهر إبراهيم رح يبلشوا يبحثوا يشوفوا حقيقة إذا بدنا نقول سيسيرج 600 متر هي يعني بير ارتوازي، يعني منا مسافة كبيرة. واللي بيساعد على اللي بيدعم هالفكرة هذه إنه هذا النهر على مر العصور ومر الدهور صار فيه رسوبات، لأنه هو عادة بتتكون كيف بيتكون الهيدروكربون من وراء الشجر ومن وراء المي، بيجي الصخور بصير بملايين السنين، بس تقولها بتبين متكأنها شغلة بسيطة ملايين السنين. لذلك
لذلك نحن لحد هلأ ما عم نفهم، ومن منبركم هون الكريم منوجه السؤال ليش إقصاء البر من قانون النفط. لذلك هذا أحد المطالب الرئيسية، لازم ترجعوا تحطوا البر. يمكن يكون أهون؟ أهون بكتير، أهون بكتير إذا فعلا ثبتت مثل ما قالوا الشركي وبنسب كتير عالية موجود هل النفط بنهر إبراهيم. يعني نحن فينا نعتبر فترة سنة يمكن نبلش نسحب نفط، يعني العملية بتصير كلها إجراءات إدارية فقط لا غير. على كل حال ميرسي كتير لكل هالتفسير بروفيسور. مش أول مرة مثل ما قلت المستقبلك، بس اليوم صار عنا معلومات أكتر. إن شاء الله بعد سنة يكون صار عنا، إذا بقى البرنامج بعد سنة يكون عنا معلومات بعد أكتر. ميرسي كتير. بشكرك وميرسي لدعوتي سيسر. أهلا وسهلا فيك. هذا كان كل شيء عن هالموضوع النفط. بفتكر صار عندكم فكرة شوي أحسن من اللي كان عنا إياها. رح نتوقف مع أول بريك إعلاني ونرجع منتابع بعد شوي. خليكن معنا. بعد الإعلان، هل في أمل بالمحافظة على بيئة نظيفة بلبنان؟ شباب لبنان ضحية المخدرات بامتياز، فمين عم بيهتم فيهم؟ الموضوع الثاني رح يكون عن البيئة، وما رح نوقف يعني نحكي عن المي خاصة هالصيفية. كل الناس بتعرف انه ما شتت كتير، يعني هالصيفية رح يكون عنا مشكلة بالمي. كل اللي عم بيفتحوا هالحنفيات ويتركوا المي، صدقوني انه بعد شهرين كلنا رح ندفع حقها هذه القصة. لازم ننتبه كتير على المي. قبل ما نبلش نحكي عن البيئة ككل، رح نشوف اول شيء هالريبورتاج. تنحدر البيئة في لبنان من سيء إلى أسوأ، تلوث للهواء والمياه والتربة، والأسباب حدث ولا حرج، نفايات بالأطنان، مياه صرف صحي مبتذلة، مبيدات وأسمدة، انبعاثات صناعية، مقالع وكسرات تنهش الجبال، وحرائق على مد العين، وتمدد عمراني عشوائي. الشاطئ اللبناني هو أكبر الضحايا، فهو عرضة للمخالفات المنتشرة والتلوث النفطي، وقد تحول إلى مصب لمياه الصرف الصحي. ويفاقم المشكلة رمي آلاف الأطنان من النفايات والملوثات الصناعية سنويا، أخطرها تلك الناتجة عن استعمالات المستشفيات والمختبرات والمعامل. وأدى تراكم النفايات إلى تغطية كاملة لقشرة الأرض في بعض المناطق على الساحل اللبناني بمختلف أنواع النفايات من البلاستيك والنايلون، والتي لا يمكن أن تتآكل حتى بعد عشرات السنوات. كما إن الشاطئ يضم جبلي نفايات في برج حمود وصيدا، حيث قضت المواد السامة المنبعثة على البيئة البحرية. أما عند مسلخ بيروت فنسب التلوث مخيفة ومرعبة بعدما تحول النهر إلى قناة للمياه المبتذلة. وفي منطقة البقاع أصبح نهر الليطاني مكبا للنفايات ومجرورا ضخما لتصريف المياه الآسنة. التراجع دراماتيكي أيضا في طبيعة لبنان الخضراء، فالمساحات تتقلص بفعل التمدد العمراني والحرائق السنوية التي اجتاحت مساحات خضراء واسعة وألبستها ثوبا أسود قاتما، وآخرها الحريق الهائل في وادي شحرور وبطشاي الذي أتى على آلاف الأشجار المعمرة. أما الكسرات والمرامل فالعمل ماشي تحت جنح الظلام ومن دون تراخيص. وبالانتقال إلى ملف تلوث الهواء، فنسبة التلوث ستصل إلى معدلات مرتفعة هذا العام بسبب التغير المناخي الحاصل. ودلت دراسات متفرقة أن قضية تلوث الهواء لا سيما في المدن تجاوزت كل الخطوط الحمراء، ما يستدعي إعلان حالة طوارئ لأكثر من 100 يوم في السنة، يكون التلوث فيها في حالة الذروة في المدن وعلى ارتفاع بين 600 و700 متر عن سطح البحر. كما إن تلوث الهواء في مدينة بيروت تجاوز بأضعاف الحد الأعلى المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية. وتقدر وزارة البيئة خسائر لبنان بحوالي 550 مليون دولار سنويا بسبب الأضرار البيئية على اختلاف أنواعها. وأمام ما تقدم لا خطة طوارئ حتى الآن، والجمعيات البيئية تدق نقوص الخطر، فلبنان اليوم لم يعد أخضر حلو كما تقول فيروز، ولا قطعة سماء على الأرض تاني ما إلى كما يقول وديع الصافي، فتلك الصفات أصبحت من الماضي. تنحكي عن هالموضوع بنستقبل بالاستوديو الاستاذ نجيب صعب، امين عام المنتدى العربي للبيئه والتنميه. مساء الخير. مساء الخير. شفتك عم تحضر وكل مره تقول ايه. من وين بتحب تبلش؟ لا انا شفنا اشياء تذكرت انا عم بحضر انه بالشهور الماضيه
عم يطلع كتير تقارير عن إنجازات وزارات البيئة ووزراء البيئة، فعم قول يا ريت الوزراء بيشوفوا هالتقرير. الحقيقة هي هيدي الحقيقة الصارخة والمحزنة بلبنان، انه في كتير برامج بيئية بتمويل دولي عم تصير من نحو 20 سنة، عم ينصرف مئات الملايين عليها، مئات ملايين الدولارات صرفت عليها، ولكن هذه النتيجة. السبب لا يمكن معالجة أوضاع البيئة ببلد ما بخطط دولية في غياب خطة وطنية. يعني النفايات، شفنا مشكلة النفايات في بعض مناطق لبنان، النفايات تعالج فيها بشكل ممتاز وبعض مناطق لا تعالج إطلاقا. فلا يمكن المعالجة الموضعية، بدها خطة وطنية. بلبنان نحن ما عندنا بعد رغم كل الأموال التي صرفت ما عندنا خطة وطنية للنفايات. عم نحكي عن تلوث الهواء، في معدات اجت للبنان، في معدات اجت عن طريقي من 20 سنة للبلد تستعملها لقياس تلوث الهواء، لم تستعمل، بقيت في المستودعات لأنه في خلاف مين بده يستعملها. ففي شيء محزن. نحن اليوم إذا قلنا شو معدلات تلوث الهواء بلبنان، الأرقام اللي ذكرتوها أرقام تقريبية وتعتمد على أجهزة مركبة بمحلات معينة محدودة وبقيسوها كم مرة بالسنة. لا يوجد بعد بلبنان محطات ثابتة لقياس تلوث الهواء. يعني مثل ما بيصير مثلا بباريس بيقولوا لهم كل يوم قدي بيكون معدل التلوث. أنا بعطيك فكرة عن البحر. المجلس الوطني للبحوث العلمية اللي عم بيقوم بعمل جليل جدا، ولكن ليس هناك من ربط بين العمل العلمي والمجتمع. تلوث البحر، المجلس الوطني للبحوث العلمية يقوم بقياسات لتلوث البحر مستدامة على طول، ولكن لا تنشر للجمهور. هو مش شغلته ينشرها، لازم وزارة البيئة تعمل اتفاق معه لنشر دراسات أرقام عن تلوث البحر خلال كل موسم السباحة يوميا. معليش، إذا في محلات ممنوع السباحة فيها لأن التلوث كتير عالي، أفضل نخبر الناس من أنه نفوت نص البلد على المستشفيات. فإذا ما في عمل جدي بهالموضوع. طب الغابات والحرائق اللي صارت كمان، يعني اليوم كلنا بنعرف أنه بس يصير في شوب لازم واحد ينتبه ويصير في وقاية، اليوم مش هيبقى عنا ولا غابة. يعني كمان نحكي عن شيء مؤسف، انه من كم سنة صار في حملة همروجة بنسميها لمعالجة الوضع، بس كمان لمعالجة بعض حصول الحريق، لانه عندك طريقتين، عندك الوقاية والعلاج. الوقاية هي حسن التنظيم المدني، وين فيك تعمر، وين فيك تشق طرقات، وين لازم تشق طرقات حتى اذا صار حريق تقدر توصل، والتنمية الريفية لانه من اسباب الحرائق هو هجرة الناس من الأرياف وعدم اهتمامهم بالغابات. نعم. كتير مرات أسباب الحريق هو عدم الاعتناء بالغابة وعدم قطع الأعشاب تحت الأشجار. نعم. تحت الأشجار. ولكن صار في حملة لمعالجة النتائج ونجيب طيارات هليكوبتر. حكينا عنهم كفاية، ما ترجع توجع لنا قلبنا. فشي بيوجع القلب إنه ما في متابعة، وإذ اليوم بيطلعوا بيحذروا بيقولوا باليوم الفلاني، وكأنه نحن مثل المنجمين اللي بيطلعون على التلفزيونات، انه ب 14 ايار رح تعلى الحرارة وما عدت الحرارة، فما زبط خبر المنجم هالمرة، رح تعلى الحرارة ب 14 ايار تبعوا من الحرايق. طيب مين عم بيحذر؟ المسؤول عم بيحذر. شو عملت استعدادات يا خي؟ الطبيعة ما في يغيرها، هي الطبيعة. خلينا نطلع عن المنجمين. بس عندي سؤال، كل الناس متخوفة انه هالشتوية اللي قطعت اللي كانت وحيدة من نوعها من أكثر من 100 سنة أنه ترجع تتكرر، لأنه صار فيه مثل ما بيسموا تغير مناخي. شوف، الطقس يتغير من سنة لسنة، وبصير بيقولوا والله من 40 سنة صار في شيء مثل هذا، ولكن المناخ، تغير المناخ هو الخطير. تأس بيتغير من موسم لموسم، من سنة لسنة. تغير المناخي هو اللي بيستمر على فترة طويلة ويتكرر. ما نلاحظه اليوم مش بس بالعالم، انه هالحالات المتطرفة من الجفاف او من الامطار الكتيرة بفترة قصيرة، من الاعاصير، من الحرارة العالية،
بأوقات مش وقتها، من البرد بوقت مش وقته. هالحالات هيدي عم تتكرر وهيدي مؤشر عن تغير المناخ، ولكن ما أحذر منه وما يأتي. كتار من المسؤولين بيحتجوا بتغير المناخ تيقولوا هيدي أحداث عم تصير ما إلنا نحن دور إننا نوقفها. مش مزبوط. معظم هالتغيرات اللي عم تصير بعدها لحد اليوم تغيرات بسيطة، تغير المناخ الكبير لم يحصل بعد. اللي عم نشوفه اليوم تغيرات بسيطة لازم تكون الحكومات مستعدة لمواجهتها. فلا يجوز نقول نحن عنا مشكلة مي بسبب تغير المناخ. نعم. مشاكل المي بتصير، شو عنا نحن استعداد إذا موسم واحد المي كانت قليلة، ها؟ ما عنا استعداد يكون عنا مخزون مي تيكفينا. هاي الفضيحة. الفضيحة الثانية إنه هيدي ثالث سنة بيصير في مشكلة مي. من ثلاث سنين سابقة صار في مشكلة مثل هيدي، لم يعطى أي تحذير للناس وأي تدابير لتخفيف استخدام الماء. طب برأيك اليوم المواطن صار بيحس، صار بيكون مسؤول، صار بيقدر لوحده ياخد يعني مبادرة من دون ما ينطر حدا يقله؟ لأنه مبينة واضحة ما في مي. اللي بيطلعوا بيشوفوا كل البحيرات بالجبل بيلاقون فيهم ربع المي ونحن بعدنا بأيار. عنا شغلتين يا خيي. أنت عم تقول لناس أكثر الأيام ما عندها مي عم تشتري مي، بدك تقلها وفري بالمي. من احنا السنين اللي عنا مي مش عم نوصل مي للناس. مشكلة متفاقمة من كل النواحي. وتنقول السنة عجيبة مش عجيبة، العجيبة انه ما في استعداد بالبلد لأي شيء. بلد مبني على تدابير موقتة وكأنه بلد الأنظمة فيه موجودة بالصدفة. طب السؤال اليوم قدي برأيك نزل المي، يعني اجمال المي بالنسبه للسنين اللي قبلها؟ في ناس بيقولوا 60% اقل، مزبوط هالارقام؟ اكيد مزبوط. ما هي هيدي مش عم نتوقع، هيدي موجوده الارقام. نعم. اقل من المعدل 60%. شغله خطيره مثل ما حضرتك عم تقول. بالايام اللي في مي كتير بتكون تنقطع. بدنا ننتبه، اكيد بدنا ننتبه، ولكن التدابير يعني ما بيكفي نطلع اعلان صغير بالجريده، بدنا ناخذ تدابير حقيقيه. بعطيك مثل انجلترا اللي فيها شتي على طول، يعني الناس بتحتاج من الشتي على طول. اذا ما شدد لعدد معين من الايام لثلاث اربع ايام بالصيف يمنع الناس يسقوا العشب بحدائقهم، يغسلوا السيارات، يغسلوا السيارات ويعبوا اذا عنده بركه سباحه. ها نحن هي مش موجوده ابدا. يعني بدنا ناخد تدابير، مش بس نقول للناس. بس بدك كمان مين بيراقب؟ إيه؟ اليوم المراقبة هي المهمة، انه اخذنا تدابير مين بيراقب اذا عم تتطبق؟ اللي عم تقوله مزبوط. لانه في شغلة انا كتبتها من زمان وزعلوا مني، قلت القانون البيئة يحميها القانون الرادع للزبالون. قلت وظف شرطي افضل ما توظف 100 حدا ينظف الوسخ اللي بزتوه، يلي بزت وسخ الطريق. فأكيد بدك تطبيق للقانون. القوانين ما بتكفي، بدك تحط قوانين وتحط قواعد نطبقها. بعدين اللي بيقولوا ما في قوانين لهالأمور هيدي غلط، لأنه لما نحكي بيئة في إشياء قبل ما تطلع عبارة البيئة هيدي إشياء مبدئية صحة عامة من أيام الانتداب الفرنسي والأيام العثمانيين، من وقت ما خلق العالم. ها يعني ما لازم تزت الزبالة على الطريق، مش لازم تزت النفايات بالبحر، هي معروفة. كل واحد هو عم بيسوق بيشوف أوقات سيارة حده عم تعمل هذا الشيء ما بيقدر يعمل. أنا كنت يوم الأحد بفرية. نعم. أنا ونازل في حدا قدامي سيارة فخمة جدا، رمي إن شاء الله يكون عم يسمعني، رمي علبة دخان فاضي على الطريق. وقفت السيارة لما يطول حقته، زمرت له فكر في شيء مهم، وقفته. هي وقعت منك استاذ. ايه نسيتها قبل شوي. ايه منيح ما ضربني. بس بالفعل لازم الناس ياخذوا شوية مبادرات مثل هيدي. يعني ولكن اذا عملت هالشغل ببلد تاني بحطوا فيك ضبط، العالم بتحس بجيبتها. ايه وين بلبنان كرمال كب علبة الدخان في ضبط. سألت عن الحرايق. نعم. ايه في تحذير من الحرايق. مزبوط. طب نحن عندنا الغابات بلبنان اليوم بالفعل بتشكل 30% من مساحته. من 50 سنة كانت اليوم 13% من مساحته، من 50 سنة كانت 30%، يعني نزلنا أقل من النص. المساحات الخضراء يعني مع العشب، المساحات اللي فيها أعشاب وأشجار صغيرة. نعم. مش أشجار الكبيرة. فاكهة. نعم. اليوم 21%.
قبل 50 سنة كانت 40%، فيعني المساحة الخضراء نزلت للنص بخمسين سنة، شغلة خطيرة جدا. ها الحرايق اللي عم تصير كتير منها مفتعل، لأنه في مناطق ممنوع العمار فيها، عم بصير حرايق مفتعلة تقولوا ما عاد في شجر فينا نعمر، وفي كتير منها بسبب الإهمال. بكل العالم بصير حرايق بالغابات، بيصير في متابعة بهالموضوع، يعني بيصير في تحقيقات، بيصير في توقيفات. أنا بتحدى تخبروني إيه مثلا فاتت نفايات سامة على لبنان بأواخر الثمانينات، نفايات كيميائية عرفنا هود البرميل اللي انطمروا وين هون وين. هل في حدا فات على السجن وبعضه بالسجن أو نعرف شو صار فيه؟ إيه اليوم شفنا تحقيق بالأخبار ها عن مجارير عم ترمى بين البنايات ب لا ومزروعات عم تنسقى كمان من تنسقى من مي مبتذلة. هل شفنا حدا تحقق معه دخل السجن ونعرفنا شو النتيجة؟ هاي المشكلة انه في اشياء فالتة، بدنا قوانين تطبق، القوانين موجودة ولكن لا تطبق. طب بدي اسألك سؤال هلا كليا مختلف، بيقولوا كمان انه اليوم حتى لو الارض، عم نحكي عن الكرة الارضية، عم تمرق بمرحلة مختلفة، ما هي بتاريخها 4.5 مليار سنة مرقت بكتير اشياء وتأقلمت وتغيرت. كتير منيح انك سألت السؤال، مزبوط. بالماضي كانت التغييرات تصير خلال فترة طويلة يكون في مجال للارض تتأقلم. هالمرة وهذه مثبتة علميا، التغيير عم بيصير بشكل سريع جدا، ما في وقت للتأقلم الطبيعي. نعم. لهالسبب عم تقلي تغير المناخ أثره على الصحة وعلى النباتات. بالماضي كان يتغير المناخ خلال فترات طويلة جدا تتأقلم الطبيعة والناس. اليوم بدنا نحن ناخد تدابير للتأقلم. مثلا في أمراض مش موجودة بمحلات معينة بسبب تغير المناخ، بسبب زيادة الرطوبة أو زيادة الجفاف بمناطق معينة، زيادة الحرارة زادت هالأمراض. في أمراض مش موجودة عم تنتقل من محل لمحل. أوروبا عم تستعد حاليا للملاريا، لأمراض موجودة بالأماكن الرطبة والحارة لأنه عم تعلى الحرارة فيها. عندك مؤسسات علمية طبية شغلتها بأوروبا الاستعداد للمضاعفات الصحية لتغير المناخ. عندك منظمات شغلتها تطوير نباتات تحتمل الحرارة الأعلى والجفاف والماء المالحة. في كتير هيدي أكيد بدها تنعمل. في كتير ريبورتاجات حتى حكيت عن الموارد الطبيعية للأرض اللي أخذت ملايين السنين لتقدر تعملها، نحن صرفناهم كلهم بمية سنة. مية سنة إيه؟ يعني اللي عم بيصير اليوم ما فيها ننطر الطبيعة هي تتأقلم، لازم نتدخل للتأقلم، لازم نطور أنواع من النباتات بتحتمل تغير المناخ، الحرارة والملوحة. بالمناسبة المنتدى العربي للبيئة والتنمية تقريره السنة عن الأمن الغذائي في العالم العربي. أنا جاي من الكويت، كان عندنا اجتماع تشاوري، كان فيه 42 منظمة إقليمية لدراسة مسودات تقرير المنتدى. من الأشياء اللي عم ندرسها هي هيدي، رح يعلن بتشرين الثاني المقبل بعمان بالمؤتمر السنوي التقرير. من الأشياء عم ندرسها مع تغير المناخ شو منحتاج نطور بالعالم العربي أنواع من النباتات، فصائل تحتمل الملوحة لأنه الماء رح تتملح. نعم. وتحتمل الجفاف وتحتاج لمياه أقل. بدي أقول شغلة منيحة للناس، لقينا في كتير أساليب، يعني ما يخافوا، فينا نتأقلم، ولكن علينا أن نعترف بالمشكلة ونشتغل على حلها مش ننطر تتجي لحالها. على كل حال مثل ما كنا نقول الوقاية بهالأيام يمكن أفضل شيء عنا، يعني والاستعداد للتغيير. أكيد. مرسي كتير مسيو نجيب صعب على كل هالتفاصيل، ونتمنى نرجع نشوفك بالبرنامج بغير مواضيع بيئية. أهلا وسهلا فيك. رح نتوقف مع آخر بريك علينا، بنرجع نتابع بعد شوي، خليكم معنا. بعد الإعلان، توعية ضد المخدرات كيف عم بتصير؟
الموضوع الثالث اللي حيكون بهالحلقة هو عن المخدرات. عادة وقت اللي بعائلة بيكون في مشكلة حدا بيتعاطى المخدرات عادة ما بينحكى عنه لأنه موضوع ما بيحبوا يحكوا عنه لأنه هو مشكلة فعلا. قدي عم يتفشى؟ وين صار الوضع بلبنان؟ بعد شوي بنسأل كل هالأسئلة لضيفنا، بس قبل منبلش بهالروبورتاج. إنه الانحدار الكبير نحو الهاوية، فظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات في لبنان لامست الخط الأحمر مما يستدعي دق ناقوس الخطر. بالأرقام 80% من المدمنين هم من الذكور و20% من الإناث و80% منهم ما دون 50 سنة. وأوضحت الدراسات أن نسبة متعاطي الحشيش خلال 3 سنوات الماضية بلغت 39% والهيروين 30% والكوكايين 18% وحبوب مخدرة 13%. وبشأن الفئات العمرية المدمنة على المخدرات تبين أن ما نسبته 25% هم بين 20 عاماً وما دون، و 32% بين سن 21 و 30 عاماً، و 16% بين سن 31 و 40 عاماً، و 14% بين سن 41 و 50 عاماً، و 10% بين سن 51 و 60 عاماً، و 3% ممن هم فوق 60 عاماً. وتشير الإحصاءات إلى أن 62% من طلبة 7 جامعات خاصة بلبنان يشربون الكحول، فيما يحصل 48% على المخدرات بسهولة، وبلغت نسبة من قالوا إنهم تعاطوا مخدرات لمرة واحدة 40%، إضافة إلى اعتقاد 64% من الطلاب أن نصف زملائهم يتعاطون المخدرات. أما محاضر الأمن التي حررت رسمياً لمتعاطين خلال العام الماضي فبلغت 1225 محضراً بارتفاع 5.4 عن العام 2012. أما محاضر الإتجار فوصل عددها العام الماضي إلى 860 محضراً مقارنة مع 703 محاضر في العام 2012، أي بارتفاع نسبته 22.3%. في المقابل فإن ابتداع المتعاطين والمروجين أساليب وطرقا جديدة لم تكتشفها الأجهزة الأمنية بعد مؤشر على مقدار تفشي المخدرات. وهنا يمكن الإشارة إلى ظهور ما يسمى بالمخدرات الرقمية التي يتم التعاطي بها عبر الذبذبات الصوتية، وهناك بعض الحالات منها في لبنان. وهناك نوع آخر من المخدرات وهو الأخطر ويدعى كروكودايل، يسبب تآكل الجسم والجلد. وأمام هذه المخاطر التي تهدد المجتمع اللبناني تتحرك الجمعيات لتكثيف حملات التوعية التي كان آخرها افتتاح متحف للتوعية ضد الإدمان في 10 من الشهر الجاري بعد عمل استمر 33 عاما، وفي الداخل عرضت 6000 قطعة للتوعية من حول العالم. إذن حان وقت إعلان الحرب على المخدرات، فهل من يقدم على هذه الخطوة قبل فوات الأوان؟ ضيفنا تنحكي عن هالموضوع هو الأستاذ إبراهيم حمصة، عضو الهيئة الإدارية لجمعية جاد جنس أنتي دراج. مساء الخير. مساء الخير. حالة خطرة جدا ولا أنا غلطان؟ لا مزبوط، الريبورتاج يعني حكي كتير هلأ فسر وين واصلين وين صرنا، خصوصا عندنا بلبنان والأعمار الصغيرة اللي عم وصلها. يعني بلشنا من 15 سنة كان من فترة عم يكون من 20 أو 22 سنة وبالطالة هلأ عم بينزل، عم نلاقي حالات 15 سنة وحتى ما دون تعاطي المخدرات كان حشيش ولا غيره. طب السؤال هو اليوم الأجهزة الأمنية عم تعمل كل شيء فيها لتحارب، من وين بعد عم بيقدروا؟ يعني في طرق جديدة، في أسواق جديدة، في مناطق متفشى فيها المخدرات أكثر من غيرها؟ أكيد هلأ القوى الأمنية يعني يعطيهم العافية عم بيشتغلوا كتير وعم بيحاولوا وعم بيضبطوا، بس مثل بتعرف أنه تجار المخدرات عندهم أساليب كتيرة، عم بي حيلا طريقة عم بيوصل عم بيقدر يوصلوا هالمخدرات لشبابنا يعني لهالأشخاص. في مناطق متفشي فيها أكثر، مثل ما بنعرف إنه بالبقاع في عنا متفشي فيها المخدرات، وشوي الدولة يمكن ما عم تقدر توصل لعدة أسباب. هذا السبب الخطير اللي عم يكون عنا. يعني نحن بنعرف إنه المشكلة محلية، يعني الزراعة محلية والإنتاج محلي وعم بيروح أكيد منهم لبرا، بس في استهلاك كمان محلي. أكيد استهلاك محلي، زراعة عنا عم بيكون عنا زراعة الحشيشة بالبقاع. هلا في أنواع مخدرات عم تجي من برا، وفي هلا المشكلة اللي صار بلشت تبين عنا من 3 سنين تقريبا هي قصة الكابتاجون. كابتاجون شغلة جديدة علينا،
مع النازحين السوريين اكيد ما عم نجمد كل النازحين او بس عم بيزيدوا يعني تجار عم بيجوا على لبنان عم بيصدروا من لبنان وعم بيتركوا بعض عم يسمع بملايين الحبوب ويعني معناتها في معامل مش فيه. مش بالصدفه يعني هلا نحن ما عندنا المعلومات اذا كان في معامل موجوده بلبنان ولا لا بس عم بيجي كثير والقوى الامنيه مثل ما قلنا السنه الماضيه ضبط اكثر من 56 مليون حبه كانوا بيتصدروا على الخليج او على الدول العربيه من لبنان. اليوم المدارس شو دورها؟ كيف بتصير التوعيه؟ هلا بالمدارس اكيد عم بيكون في توعيه كثير بس المشكله اللي عم بيصير انه هن عم بيصيروا بين بعضهم يعني الاشخاص الرفقه خد جرب هالسيجاره شوف هيدي الشغله شغلات بسيطه هون عم بلش بيتطور. المدارس عم بيوعوا عندهم صار عندهم هالفكره وين وصلوا او لوين عم وين واصلين. بس ما بنقدر نضبطها 100%. طب ودور الاهل اليوم كيف فيهم وقت اللي بيشوفوا شو هن العوامل او الاشارات اللي بتبين انه يمكن لازم ينتبهوا اكثر؟ اكيد هلا حسب نوع المخدر اذا عم نحكي كحشيش ببين احمرار بالعين كثره الاكل الحكي اللي منه مركب مزبوط تغيير التصرف بهذا الشخص يمكن العدوانية اللي عم بتصير في عنده فجأة بيتغير يعني بس الشخص بيكون عادي وبيتعاطى مخدرات فجأة بيتغير دغري بيتغير هون الأهل دورهم كتير مهم لأنه هن اللي عايشين مع أولادهم. كيف لازم يكون التعاطي مع شخص بيعرف أنه ابنه أو بنته أو أي حدا بلش يفوت بهالمشكلة؟ هلأ عنا بعده شوي بيستحوا العالم وبيخافوا ما بدنا نتجرس ما بدنا كذا بس في جمعيات مثل جمعية جاد يعني فيهم يلتجئوا لعنا على جمعية جاد فينا نوعيهم فينا نفسر لهم شو لازم يعملوا يعني ما يخافوا ما يستحوا وهذا كل شيء ما بيطلع لبرا يعني كله بضل ضمن الجمعية. كتير مهم انه الاهل هن يبادروا باول خطوة كرمال اذا عرفوا انه ابنهم عم يتعاطى ولا لا. في مشكل انه بيقولوا لا الاهل مرات ما بيصدقوا ما بدهم يوصلوا لهذه الحقيقه انه ايه انا ابني عم بيتعاطى او بنتي عم تتعاطى بيرفضوا على طول عندهم هذا الرفض انه لا احنا اولادنا ما عم بيتعاطوا مش معقول يتعاطوا. هيدي انتم شو اول شيء كم واحد انتم بالجمعيه؟ هلا نحن كثار نحن كلنا متطوع نحن جمعيه جاد ما بتقبض ولا ليره من اي مرجع ولا وزاره ولا حدا نحن كله تمويل شخصي. نحن الهيئه الاداريه حوالي 20 شخص وفي كثير عندنا متطوعين بكل لبنان. نحن اول جمعيه مرخصه بالاتحاد الاوروبي يعني نحن عندنا كمان شغل بالاتحاد الاوروبي وبدول بعض الدول العربيه. اللي كنت عم بقوله عن الاهل انه كثير مهم الاهل لو شكوا بابنهم يراجعوا يشوفوا يمكن يكون ما في شيء ما عم بيتعاطى بس اذا كان عم بيتعاطى لحقوه من اوله. اسهل تعالج الشخص هالطفل او هذا الشاب بس يبلش بالتعاطي يعني اسهل ما يكون صار مدمن. انتم اليوم وين بتواكبوا اللي عم بيتعاطى المخدرات يعني من الاول وبعدين كيف بتصير؟ نحن من الاول بنبلش نوعيه بنبلش في عندنا طرق للعلاج بنعالجه في هون مستشفى بظهر الباشق هي عم تستقبل الاشخاص لحتى نقدر نعالجهم بس مثل ما قلت انه باول الطريق اسهل علينا من في كثير ناس عندهم مشكله من بعد ما يقطعوا بهالتجربه الصعبه انه يرجعوا ينخرطوا بالمجتمع وهالشيء بيؤدي انه يرجعوا للمخدرات مش بالضروره. في كثير اشخاص عم بيطلعوا وفي وعم بيكملوا وعم بيشتغلوا بيرجعوا لحياتهم الطبيعيه. هلا اذا ما عنده هالاراده هذا الشخص صار شيء ثاني هون لا خص الجمعيه ولا خص العلاج. فيك تشفيه 100% من الادمان وما عنده اراده او بحب يعني عنده او يمكن كمان المحيط تبعه المحيط كثير بياثر يعني اذا طلع من الادمان ورجع لنفس المحيط بده يرجع يعلق بده يرجع يوقع. طيب انتم اليوم شو من نشاطاتكم؟ عرفت انه عم فتحتوا متحف للتوعيه. مزبوط نحن بعشر ايار فتحنا متحف للتوعيه ضد الادمان هذا اول متحف موجود بالعالم ان شاء الله بعد كذا شهر بده يفوت بجينيس بوك. هذا المتحف فيه 6000 قطعه مجموعين من حول العالم قلنا 33 سنه بيشتغلوا عليه اللي قبلنا ونحن عم نكمل فيه. هذا المتحف له بيتضمن 3 اقسام للاطفال يعني للاشخاص للشباب للتوعيه بفوتوا بيحضروا فيلم عن التوعيه بيشوفوا شو في عندنا شغلات توعي ضد المخدرات ضد التدخين ضد الكحول ضد ادمان الانترنت ضد ادمان القمار مش كل انواع الادمان كل انواع الادمان
وعندنا مركز هو للأهل، هيدا ما بيفوتوا له الأولاد، ما بيفوتوا له الأطفال، بس للأهل، من وعي الأهل. يعني هون نحن عم نقول إذا أهل فيهم يطلعوا على المتحف، المتحف فاتح كل أيام السنة بجبال، بجبال بحبوب بجبال، فيهم يطلعوا ويعملوا دورة صغيرة لحتى يعرفوا شو مرات في شغلات صغيرة غريبة يعني ما بتشك فيها، بتكون مع طفلك بس لما تشوفها بالمتحف بتعرف انه هيدا خصو بالتعاطي. يمكن مرات ألم، الألم بيكون بيتخبى فيه مخدرات، بتشوفه الأم أو بشوفه هالولد هالبي ما بيعرف. ومن بعد هيدا في كتير أشخاص عم بيروحوا على المتحف تاني نهار عم بيجوا بيجيبوا لنا شغلات مزبوط بيكون لتعاطي المخدرات ما بيكونوا عارفين فيها بالقبل. يعني هالمتحف قدي صلكم بتجمعوا فيه أشياء بتخص الإدمان توصلوا ل 33,000؟ 33 سنة في 6,000 قطعة، 6,000 قطعة من كل أنحاء العالم موجودين، يعني بارمين العالم كله عم يجمع لهم 33 سنة بيشتغلوا عليه. سميناه حلم لأنه كان حلم بالأساس يطلع هذا المتحف. دخول مجاني؟ الدخول مجاني. نحن عندنا هلأ تقريبا المدارس، كل المدارس عم تطلع، كل يوم في عندنا مدرسة عم بيطلعوا، بيفوتوا الأشخاص بيحضروا بيتفرجوا بيشوفوا، يعني عم بيطلع هالولد عنده فكرة، عنده فكرة كتير واسعة عن شو ممكن يوصله لهالمشكلة، لوين يوصل، إيه لوين ممكن يوصل، مورا الدخان، مورا الإنترنت، مورا الكحول. يعني عم بتوعيه، عم بتنقذه شوي هو وبعده هيك بهذا العمر لحتى ينتبه لبعدين إذا حدا عرض عليه سيجارة أو عرض عليه شيء. هي دايما هيك بتبلش إنه هي وحدة ما بتأثر، كلها وحدة، وحدة ما بتبلش عليها، وحدة لا كذا، وحدة استنت ناس إنه لو بيوصل للإدمان. فإذا المشكلة عم بتزيد بلبنان وهيدي شغلة عم بتزيد للأسف، عم بتزيد أخطر شيء. ميرسي كتير مسيو حمسة على هالتوضيح، ونتمنى من الأهل أن يضلوا يراقبوا أولادهم أكتر وأكتر، وهالمتحف اللي هو بتكون زيارة يمكن هي بسيطة لعبة أو تمشاية فيها تعطيكم أفكار وتخلصة توعي الولد على شو ممكن يصير إذا فات، وهيدي بيكون واحد بلشها قبل ما تبلش المشكلة بكتير. يعني هيدي اسمها التوعية الإيجابية. ميرسي كمان مرة، هذا كان كل شيء لليلة، بتمنى تكون عجبتكم الحلقة، رح أعطيكم موعد أكيد الأربعة المقبل بنفس الوقت الساعة 11، وتصبحوا على ألف خير.